بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي سيد من مصر القديمه، عندي ورشه موبيليا وربنا كرمني ورحت عياده الاسمرات. انا رحت عياده الاسمرات عشان ابطل الادمان. فالصراحه رحت العياده لقيت كل حاجه هناك متوفره، تحاليل، مواصلات، انتقالات، اي حاجه. انا ما دفعتش اي فلوس في الموضوع دوت. انا برضو كنتش مصدق ان في حاجه اسمها علاج او ان انا ابطل الادمان لمده حتى ساعه او ساعتين او يوم. فما رحت ورحت الغردقه، قعدت اسبوع برضو هناك. فانا كان عندي فكره ان انا عايز امشي، انا مش هينفع ابطل، انا مش هينفع اعمل. هنا الاخصائيين يعني بيرتبوا معانا كل حاجه وبيقعدوا معانا بدل مره اتنين وتلاته عشان يقنعونا ان في حاجه اسمها تبطيل. وربنا كرمني وخلصت السبعين يوم بتوعي. وبعد ما خلصتهم انا شغال نجار، فلقيت هنا في دعم ان لو في مهنه عندك ولا حاجه بتشتغلها في المكان. فربنا كرمني واشتغلت، خلصت السبعين يوم وشغال في المكان، شغال فيها، بصنع فيها سراير ودواليب لمراكز العزيمه. انا بعلم زمايلي النجاره ان هو لما يخرج فتره السبعين يوم بيبقى معاه مهنه تانيه، ان هو ما معهوش مهنه احنا بنعلمه هنا نجاره وكهرباء ودهانات، ان هو لو معهوش مهنه بيتعلم مهنه. وفي ناس منهم بالفعل شغالين معانا في الورشه. انا مساعدتي لزمايلي فارقه معايا كتير، انا ببقى فرحان ان بعمل حاجه زي كده، بقدم مساعده لحد. حته ان انا اعمل حته شغل او سرير او دولاب بيروح مركز عزيمه وننام عليه زميل زيي، ببقى انا فرحان ان هو هيتعالج. بساعد في دور العلاج ليه.